ما سنفعله في هذا العرض هو رسم بعض الخطوط بيانيا باستخدام تقاطعات X و Y للخط. بداية يعرف الخط من خلال نقطتين، وإذا كنت قادرا على تعيين نقطتين على الخط فسيمكنك الوصل بينهما وتستمر بكلا الاتجاهين، وهكذا سترسم الخط. في هذا العرض النقطتين اللتين سأختارهما عبارة عن تقاطعات الخط، وهذه اثنتين منهما. يوجد تقاطع Y وتقاطع X، هذه هي النقاط حيث تتقاطع الخطوط مع محاور X و Y، وحتى نوضح ذلك هذا هو محور X على ورقة الرسم البياني، ذاك هو محور X، إنه مستمر محور X. هنا الموجود في الوسط الذي يتجه للأعلى والأسفل هو محور Y، ذاك هو محور Y. أعتقد أنك لا تستطيع رؤية ما أكتب، ذاك محور Y. دعوني أوضح لكم ماذا أعني بتقاطعات X و Y. دعونا نفعل الجزء A. الجزء A سأفعله بلون مختلف وليس بنفس لون التقاطعات. لدينا المعادلة Y تساوي 2X زائد 3 لنفكر بما سيحدث عندما X تساوي 0. لنرى كم ستكون قيمة Y. Y تساوي 2 ضرب 0 زائد 3. حسنا، 2 ضرب 0 تساوي 0، Y تساوي 0 زائد 3 أي Y تساوي 3. إذا النقطة 0 مع 3 تحقق المعادلة، أو أنها موجودة على الخط المعرف بهذه المعادلة. إذا النقطة 0 مع 3، دعوني أعينها 0 مع 3. لاحظوا هذه النقطة عندما X تساوي 0 إنها تقع على محور Y، نسمي هذا بتقاطع Y، وتسمى كذلك لأنها تقطع على محور Y وهي مكان تقاطع الخط مع محور Y. لنفعل الشيء ذاته الآن مع محور X. دعونا نضع Y تساوي 0، إذن سيكون لدينا 0 تساوي 2X زائد 3. يمكننا أن نطرح 3 من طرفي المعادلة ونحصل على سالب 3 تساوي 2X. الآن نقسم كلا الطرفين على 2 فنحصل على X تساوي سالب 3 على 2 وهي تعادل سالب 1.5. الآن نحن نعلم أن النقطة هي سالب 3 على 2 مع 0، ونحن نعلم أنها مجموعة من قيم X و Y أيضا تحقق هذه المعادلة، أو أن هذه النقطة أيضا تقع على الخط، وتذكروا أنها تعادل سالب 1.5. Y تساوي 0 تقع هنا، كانت هذه النقطة الثانية التي أوجدناها. في هذه الحالة نتعامل مع تقاطع X عندما Y تساوي 0، ذاك هو تقاطع X. إذا أردت رسم الخط فسيبدو هكذا بشكل تقريبي، سأوصل هذه النقاط ثم أستمر، سأستمر بكلا الاتجاهين إلى ما لا نهاية، وبذلك أكون قد رسمت الخط. دعونا نحل المزيد، لا أريد أن أكون فوضى هنا، دعوني أمحو كل هذا، دعوني أمحو هذا أيضا. يمكنك إيقاف العرض متى شئت إذا أردت التحديق به، لقد محوت جزءا من المحاور. حسنا، سأعيد رسم المحاور، سأعيد رسمها مرة أخرى. هذا المحور الأول محور X، وهذا محور Y هنا. دعوني أفعل الجزء B، يبدو أنه ممتع، وهي تساوي 6 مضروبة في X ناقص 1 تساوي 2 مضروبة في Y زائد 3. دعونا ننظر إلى الحالة التي تكون فيها X تساوي 0، عندها سيكون ناتج المعادلة يساوي 6. لنتأكد، 6 مضروبة في 0 ناقص 1 تساوي 2 مضروبة في Y زائد 3، هذا يساوي سالب 6 تساوي 2 Y زائد 6. وزعنا الاثنين على القوس، ثم يكون بإمكاننا أن نطرح 6 من كلا الطرفين، وبذلك نحصل على سالب 12 تساوي 2 Y.
لقد طرحت 6 من كلا الطرفين حتى أنقل هذه الستة إلى الجانب الأيسر، نطرح 6 من هنا فتختفي هذه، نطرح 6 من هنا فنحصل على سالب 12، نقسم كلا الطرفين على 2 ونحصل على y تساوي سالب 6. إذن النقطة الأولى التي لدينا ونعلم أنها تقع على الخط هي y تساوي سالب 6 و x تساوي 0، ذاك هو تقاطع y. الآن دعونا نرى ماذا يحدث عندما y تساوي 0. نعود إلى المعادلة الأصلية، دعوني أكتب هذا بطريقة مختلفة. عندما y تساوي 0 فإن x تساوي سالب 1، دعوني أعوض ذلك، 6x ناقص 6 تساوي 2 مضروبة في 0 زائد 3، هذا يصبح 6x ناقص 6 تساوي 2 ضرب 3 وتساوي 6. دعونا نجمع 6 إلى كلا طرفي المعادلة، أريد التخلص منها هنا وأحتاج لأضيف 6 حتى تصبح 0، نضيف 6 إلى الجانب الأيمن فنحصل على 6x تساوي 12، نقسم كلا الطرفين على 6 ونحصل على x تساوي 2، إذن التقاطع الآخر هو x تساوي 2 و y تساوي 0. هنا هذا هو تقاطع x. ثم الخط الحالي لدينا، نقوم بوصل النقاط، سيبدو هكذا كما هو واضح، لدينا مشكلة في رسم خط مستقيم لكنني أعتقد أنكم أدركتم الفكرة. دعوني أحل واحدة أخرى يمكنني حلها في الأعلى هنا في هذه المساحة، دعونا نحل الجزء D، ويمكن حل الجزء C إذا أردت ممارسة إضافية. الجزء D لدينا x زائد y تساوي 8، إنها حقا مباشرة. كم تكون قيمة y عندما x تساوي 0؟ إذا كانت 0 فستكون y تساوي 8. ثم كم ستكون قيمة x عندما y تساوي 0؟ سنحصل على x زائد 0 تساوي 8، إذا x تساوي 8، كانت هذه مباشرة. إذن لدينا النقطة الأولى هي 0 مع 8، هذا هو تقاطع y. ثم لدينا النقطة 8 مع 0، هذا تقاطع x. سأصل النقاط فيبدو هكذا. الآن دعونا نحل هذه المسألة. في بقالة محلية كان سعر الفراولة 3 دولار لكل رطل وسعر الموز 1 دولار لكل رطل، فإذا كان لدي 10 دولار حتى أدفعها ما بين الفراولة والموز، أرسم رسم بيان يوضح مركب كل شيء يمكنني شراؤه وأن أدفع بالضبط 10 دولار. دعوني أرسم المحاور وأتأكد من أنها جيدة ومعبأة. هذا كما تذكرون هو المحور الأفقي، هذا المحور الأفقي، لكن من أجل المتعة بدلا من تسميته بمحور X سأسميه محور الفراولة. في الواقع دعوني أسميه محور S حيث أنه مخصص للفراولة، S من ستروبري. عدد أرطال الفراولة تساوي S. أعتقد أنكم تدركون ما أفعل، وبي سيكون لعدد أرطال الموز، بي من بنانا. دعوني أضع محور بي، سأقوم بتعيين عدد أرطال الموز على المحور العمودي، هذا هو محور بي، بنسبة إلى الموز. حسنا، سعر الفراولة 3 دولار، هذا ليس عدد حبات الفراولة بل إنه عدد الأرطال، دعوني أمحو هذا، لن نسير مع عدد حبات الفراولة بل مع الأرطال. هذه أرطال الموز. سعر الفراولة 3 دولار لكل رطل والموز سعره 1 دولار لكل رطل، كم المبلغ الذي سأنفقه؟ سأنفق 3 دولار ضرب عدد أرطال الفراولة لأن سعرها 3 دولار، زائد 1 دولار ضرب عدد أرطال الموز لأن سعره 1 دولار. المطلوب أن أنفق 10 دولار على كلاهما، هذه تساوي 10 دولار.
لذلك يمكنني أن أعيد كتابتها بصورة أخرى. 3s + b تساوي 10. الآن دعونا نعينها. دعونا ننظر إلى الحالة التي لا يكون فيها فراولة. الحالة التي لا يكون فيها فراولة أي أن أرطال الفراولة تكون صفر. فكيف تصبح المعادلة؟ 3s + b تساوي 10. هذه صفر. إذن b تساوي 10. والآن سأضع صفر رطل للفراولة فأحصل على 10 أرطال من الموز. إذا كان لدي صفر رطل من الفراولة سأحصل على 10 أرطال من الموز. الآن ماذا عن الباقي؟ ماذا لو لم يكن لدي موز؟ سأحصل على صفر رطل من الموز. الآن دعونا نعوض. لدينا 3 أرطال من الفراولة زائد صفر رطل من الموز تساوي 10. هذه صفر. نقسم كلا الطرفين على 3. سأحصل على 10 × 3 أرطال فراولة أو هذا يساوي 3.5. ستكون النقطة 3.5 أرطال للفراولة وصفر رطل للموز. إذن 3.5 أرطال فراولة وصفر رطل للموز. ثم يمكننا أن نوصل الخط. هذا الخط الذي سأرسمه في الربع الأول لأنه لا يمكن أن يكون لدي فراولة أو موز سالب. نحن لا نتحدث عن بيع سالب. يمكنني أن أشتري فقط هذه الأشياء. دعوني أصل النقاط. هذا منظم لأن هذا الخط يوضح جميع المركبات الممكنة من أرطال الفراولة والموز. على سبيل المثال هذه النقطة، لا أعلم إذا كنت أرسمها بشكل دقيق، تبدو وكأنني أخذت 5 أرطال من الموز وأقل من مقدار رطلين من الفراولة. هذا ما توضحه لي. إذا أخذت 3 أرطال بالضبط من الفراولة فبإمكاني أخذ رطل واحد من الموز. كل نقطة هنا تمثل مركب يمكنني الحصول عليه مقابل 10 دولار.